نفى الكرملين استعداد روسيا لإجراء اختبار على أسلحة نووية قائلا إن جميع الأطراف تواصل الالتزام بوقف هذه التجارب. تصاعدت التوترات النووية بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء الصراع مع أوكرانيا، وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا من أن روسيا مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية إذا لزم الأمر للدفاع عن وحدة أراضيها. جدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الغرب يهدف إلى هزيمة روسيا استراتيجيا من خلال أوكرانيا. وخلال اجتماع لوزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون، قال شويغو إن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون استفزاز الدول إلى مواجهة عسكرية مع روسيا والصين. وأشار إلى أن دول ناتو نشرت كلها تقريبا قدراتها العسكرية ضد روسيا. ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن جهود الولايات المتحدة وحلفائها للحفاظ على الهيمنة العالمية أدت إلى تآكل هيكل الأمن العالمي. في أبريل عام 1996 كان تاريخ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون. خمس دول كانت هي أساس التكتل السياسي لتتوسع بعد ذلك وتصبح تسع دول أعضاء، هم روسيا، كازاخستان، أوزبكستان، تاجيكستان، قرغيزستان، الهند، الصين، باكستان، وأحدثهم إيران. في يونيو عام 2002 وفيما عقدت قمة المنظمة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، تم توقيع ميثاق المنظمة الذي يشرح أهداف المنظمة وكيفية عملها، وفي سبتمبر 2003 دخل الميثاق حيز التنفيذ. هذه الدول التسع تمثل مساحة تناهز 60% من مساحة أوراسيا، ويقطنها نحو 50% من سكان الأرض. أما الناتج المحلي لهذه الدول مجتمعة فيشكل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي. قوة المنظمة تأتي من حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لتلك الدول، والتي بلغت أكثر من 6 تريليونات دولار عام 2021. أما حجم حصة الدول الأعضاء من التجارة العالمية فبلغ 18% عام 2020. عادة ما تشير المنظمة لنفسها على أنها تجمع سياسي واقتصادي ودبلوماسي فقط دون أي تعاون عسكري، لكنها وبانتظام تجري تدريبات عسكرية مشتركة بهدف تعزيز الأمن الإقليمي المشترك ومحاربة الإرهاب. إلى ذلك تعد دول الأعضاء قوة جيوسياسية ضخمة، خاصة مع وجود دول ذات تأثير عالمي مثل الصين وروسيا.